صباح النور من إفران، إفران الجميلة، إفران العجيبة. هذا الصباح صباح واحد البرد، واحد الشتيوة، تقول واش انت قلت في يامات البرد مع جينيال كافي لابي لاكوي ديال السيرفور كوم دابيتود، الناس ظريفين، الناس كيحبوا المرشدين، كيحبوا السياح اللي تيزوروا مدينة إفران. هادي تقريبا 9:30 الصباح، هادي من في ريستورو كوفي شوب باتيسري لابي. ها هي سيتي، انا سيتي الجيرون، تيستقبلنا الصباح دايما بالبشرة ديالو، بالابتسامة ديالو، والناس دايما فرحانين في الكافي لابي موجودة في وسط إفران. معنا سيدي حسن، الزميل ديالنا من تطوان، حتى هو سيدي حسن من الزملاء المرشدين ديالنا مدينة تطوان. مرحبا بك توجور لابي، نتمناو توجور في هذه القهوة اللي حنا دايما زعما حتى نجيو لعلنا تنتركو لمصر. لاحظوا معايا هذا المرور مع الصباح، رغم الجو اللي شيء ما حزين، ولكن مستقبلين ومرحب بنا في كافي لابي المشهور هنا في مدينة إفران. تحية لكم، السلام عليكم، ما تنساوش تبارطاجيو، ديرو جيم، بارطاجيو وديرو جيم، ما تنساوش كل شيء. فوالا.